السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. وأهلا وسهلا بكم في حال سلسلة كتاب المعاصر، الجزء الخاص بكتاب المهارات. النهاردة إن شاء الله نحل الأسئلة الخاصة بالفيوتشر تنسز أو أزمنة المستقبل. الجملة الأولى بتقول She spaced this article in 2 hours time tomorrow. هي طبعا article بمعنى مقال، هي المقال ده في خلال ساعتين بكرة. طبعا لما نقول كده تمر يبقى ده مستقبل، يبقى has been written ده مضارع تام، فطبعا ده غلط. عندك write ده مضارع بسيط بستخدمه في المستقبل، صح؟ لما اتكلم عن time table جدول مواعيد، يعني عندك plane bus autobus taxi قطار طيارة مباراة هتبدأ فيلم هيبدأ الكلام ده كله، طبعا ما فيش هنا، يبقى ده غلط. رقم C will be written، لما اقول هي يبقى اكيد هي اللي هتكتب المقال، يبقى معنى كده will be written ده مبني للمجهول وانا عندي الفاعل، يبقى معنى كده دي غلط، يبقى will have written. طب will have written يا مستر ده زمن ايه؟ ده future perfect مستقبل تام، وبيتكون من will have plus pp، وبستخدمه علشان اقول ان حدث هيكون تم وانتهى قبل وقت معين في المستقبل او قبل حدث تاني في المستقبل. وفي keywords يعني كلمات اساسيه خاصه به، زي ما اقول لك بقى in 2 hours time in 3 years time in 4 weeks time وهكذا. كلمة تانية برضو أساسية اللي هي كلمة by، زي الجملة رقم 2 كده by the end of this year more houses will space for young people and newly married couples. by هنا بتساوي كلمة before معناها قبل نهاية السنة دي كده منازل جديدة للشباب الصغير وكمان اللي هم الناس اللي لسه متجوزين حديثا، يبقى معنى كده أدي كلمة by، يبقى ده كده على طول future perfect. طيب لما أقول لك منازل عندك كلمة build يبني، أكيد المنازل مش هتبني نفسها ولكن تبنى، يبقى will have been built. I will space my final exams by the time you receive my letter. أنا هكون إيه؟ امتحانات آخر السنة. طبعا by the time اللي هي قبل ما أنت يعني ما تتلقى الخطاب بتاعي، يبقى معنى كده أنا هكون خلصت الامتحانات بتاعتي. طبعا will be finished دي كده مبني للمجهول، وأنت عندك I أنا الفاعل، يبقى كده المفروض مبني للمعلوم. Have been finishing ده مستقبل تام مستمر، يعني بستخدمه علشان اقول ان حدث هيكون مستمر في المستقبل لوقت معين، يعني يبقى في مثلا كلمه زي كلمه فور او كلمه زي كلمه اول، وطبعا مفيش خالص. will be finishing ده مستقبل مستمر، بستخدمه عشان اقول ان الحدث هيكون مستمر في المستقبل في وقت معين، مفيش، يبقى I will have finished اللي هو مستقبل تام. in the future في المستقبل solar energy الطاقه الشمسيه in homes and in industry. طبعا in the future في المستقبل الطاقة الشمسية use يستخدم، أكيد الطاقة الشمسية هتستخدم، وطبعا عندك in the future بس، يبقى ده كده مستقبل بسيط فقط، يبقى معنى كده will plus infinitive، يبقى الطاقة الشمسية أكيد أنها مش هتستخدم ولكن تستخدم، يبقى الجملة مبنية للمجهول، يبقى will be used. رقم 5 they will space by dinner time، أدي في كلمة by dinner time، يبقى معنى كده قبل الوقت بتاع الغداء، يبقى كده على طول ده مستقبل تام، يبقى they will have arrived، هم هيكونوا وصلوا قبل وقت الغداء. الجملة رقم 6 by 2025، طبعا على طول by وادي وقت في المستقبل، يبقى ده كده مستقبل تام، يبقى the government الحكومة، وطبعا solve معناها يحل، يبقى اكيد الحكومة هي اللي هتكون حلت، يبقى معنى كده قلنا على طول by ومستقبل، يبقى مستقبل تام، يبقى will و have وتصريف رقم 3، يبقى the government will have solved the problem of power shortage. When will you space all this work؟ متى انت سوف ايه العمل بتاعك؟ طبعا complete يخلص، يبقى انت اكيد متى هتستكمل او هتخلص العمل بتاعك، يبقى كده عندك يو الفعل، يبقى كده الجمله مبنيه للمعلوم. يبقى اول واحده will have been completed دي غلط، وعندك will be completed دي غلط برضو اللي هي رقم سي، عشان انت كده مبني للمجهول. have completing have بجيب بعدها اساسا تصريف رقم 3، يبقى when will you have completed all this work. more food is best to overcome the food crisis، طعام اكثر لكي نتغلب على ازمه الطعام، طبعا produce ينتج، اكيد الطعام مش هينتج ولكن هينتج، يبقى كده مبني للمجهول، يبقى may produce will produce الاثنين دول غلط عشان الاثنين دول كده مبني للمعلوم. عندك الفود طبعا كلمه شال دي بستخدمها في حاله الاقتراحات أو في حالة يعني أقول كده shall I help you اللي هو عرض مساعدة، shall we go to the zoo اقتراح، هل يعني يلا بينا نروح إلى السينما، يبقى على طول هنا كلمة food تاخد كلمة will be produced، طبعا ده له يعني لا اقتراح وله عرض.
I will space all my pocket money by the end of the school trip. ادي في كلمة by the end على طول، يبقى معنى كده ان ده مستقبل تام. I انا ده الفاعل، يبقى معنى كده انا هكون انفقت، يبقى معنى كده will و have وتصريف رقم 3، يبقى I will have spent. Let's start tomorrow and space the details later on. يلا بينا نبدأ بكرة، وطبعا details التفاصيل فيما بعد، ونتناقش في التفاصيل أو نناقش التفاصيل دي فيما بعد. طبعا في عندك كلمة and وحرف عطف، يبقى معنى كده الفعل ده معطوف على اللي قبليه، يبقى عندك هنا let's بجيب بعدها الinfinitive، يبقى أكيد and هنا محتاج بعدها الinfinitive فقط، يبقى رقم دي discuss. يبقى let's start tomorrow and let's discuss، يبقى معنى كده خد let's عامل ايه مشترك بره. الجملة رقم 11 he won't space work by 7، على طول في كلمة by وادي 7، يبقى على طول ده مستقبل تام، يبقى he won't have finished will و have تصريف رقم 3. طبعا won't have been finished ده كده مبني للمجهول، وانت عندك هنا هي ده الفعل كده مبنية للمعلوم. the drinks المشروبات will space already، طبعا order دي معناها هيطلب، اكيد المشروبات مش هتطلب ولكن تطلب، يبقى كده مبنية للمجهول، يبقى be ordering و order اللي هما be ودي الاتنين دول غلط. عندك will have ordered دي برضو غلط لان ده كده مبني للمعلوم، انما المشروبات will have been ordered، يبقى الاجابة بتاعتك رقم A. I expected that the prices will space again، انا توقعت ان الاسعار، طبعا raise دي معناها يرفع، فالاسعار مش هترفع ولكن يعني هيتم زيادتها وهيتم رفعها، بمعنى كده ان هي مبنية للمجهول، يبقى raise دي غلط، be raising دي غلط عشان ده برضو مبني للمعلوم. عندك have raised ده برضو مبني للمعلوم علشان ما فيش احد اشكال verb to be، يبقى الاجابة بتاعتك رقم دي will be raised. surgeons الجراحين will space operations by using robots in the near future، طبعا عندك in the near future في المستقبل القريب، يبقى على طول ده كده مستقبل بسيط فقط، يعني will و infinitive. طيب الجراحين perform معناها يؤدي، يبقى الجراحين هيؤدوا عمليات جراحية باستخدام طبعا الإنسان الآلي، يبقى will بتجيب بعدها الانفينيتيف، يبقى will perform operations. most of the fruit on our farm will space by the end of June، طبعا في عندك هنا ادي كلمة by the end of June، يبقى ده كده مستقبل تام. وطبعا الفروت الفاكهة و harvest دي معناها يعني يجمع، اكيد الفاكهة مش هتجمع ولكن هتجمع، يبقى كده مبني للمجهول وفي نفس الوقت مستقبل تام، يبقى will have been harvested اللي هي رقم C. he will space his novel by the end of the month، طبعا برضه بنفس الطريقة by the end of the month قبل نهاية الشهر، وطبعا هي هو يبقى هو سوف ينشر، يبقى كده مبني للمعلوم، وعندك by يبقى مستقبل تام، يبقى will have published. بعد كده he will space here before the meeting، هو ايه؟ هي قبل الاجتماع، بمعنى كده عندك هي ده الفاعل علشان هير هي ده المفعول، يبقى اكيد هو هيرن عليها، يبقى كده مبني للمعلوم، يبقى عندك A دي غلط اللي هي be rung دي مش هتنفع، عندك have been rung دي برضو مش هتنفع، و have been ringing الاتنين دول كده غلط علشان يعني واحدة فيهم مبنية للمجهول والتانية ده مستقبل تام مستمر، وانت هنا مفيش عندك حاجة بتدل على الاستمرارية، يبقى he will have rung here يعني هيكون رن عليها قبل الاجتماع. 18 all exams will space electronic by 2025، كل الامتحانات طبعا ايه الكترونيه قبل سنه 2025، طبعا ميك معناها يعمل، اكيد الامتحانات مش هتعمل نفسها ولكن يعني هتتعمل، يبقى كده مبنيه للمجهول، وعندك باي وقت في المستقبل، يبقى في الحاله ديت طبعا كده مستقبل تام ومبني للمجهول، يبقى الاجابه بتاعتك رقم دي will have been made. In 4 years time في غضون 4 سنوات most of the old buildings will space by modern offices، طبعا في خلال 4 سنوات يبقى معنى كده الحدث بتاعك هيكون تم وانتهى، معظم المباني القديمة replace معناها يستبدل، يبقى المباني القديمة اكيد مش هتستبدل ولكن تستبدل بمكاتب حديثة، يبقى كده مبني للمجهول وفي نفس الوقت عندك in، يبقى معنى كده ده مستقبل تام ومبني للمجهول، يبقى will have وتصريف رقم 3 مبني للمعلوم، will have been وتصريف رقم 3 لو مبني للمجهول، يبقى الإجابة بتاعتك رقم A will have been replaced. الجملة رقم 20 in the future most of our energy will space by wind power، طبعا عندك in the future في المستقبل، يبقى ده كده مستقبل عادي، معظم الطاقة بتاعتنا بطاقة الرياح،
طبعا ريبليس معناها يستبدل، يبقى الطاقة هتستبدل بطاقة الرياح، وطبعا انت فيوتشر بس يبقى ده كده مستقبل عادي، يبقى معنى كده ويل والانفينيتيف لو مبني للمعلوم، ويل بي وتصريف رقم 3 لو مبني للمجهول، يبقى ويل بي ريبليسد. وي ار سيفينج اب بيكوز وي سبيس باي ا كار، احنا طبعا سيف اب معنى بنوفر، احنا بنوفر علشان، يبقى على طول كده احنا ناويين ان احنا نشتري سياره، وطبعا في حاله ان هي بتستخدم ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف، يبقى وي ار جوينج تو، يبقى وي ار سيفنج، احنا بنوفر في الوقت ده علشان احنا هنشتري عربيه في المستقبل اكيد، يبقى معنى كده احنا مخططين او احنا ناويين ان احنا نشتري سياره. فخلي بالك عشان ار جوينج ما تنفعش، لازم في بعدها تو، ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف. ماي بلين الطياره بتاعتي، على طول الطياره يبقى ده كده جدول مواعيد، يبقى ده على طول بريزنت سمبل مضارع بسيط، طياره مفرد يبقى الفعل بتاعك هيكون اخره اس يبقى ليفز. سبيس اني ثينج نيكست ساتردي، اي حاجه يوم السبت القادم. ويل يو بي دون، هل انت هتتعمل حاجه؟ طبعا دي غلط عشان كده شكلها مبني للمجهول، وانت عندك يو ده الفعل يبقى لازم تبقى مبني للمعلوم. دو يو دو ده مضارع بسيط، وانت عندك نيكست يبقى ده ما ينفعش خالص عشان ده مش جدول مواعيد. عندك هاف يو دون ده مضارع تام، انا كده بتكلم في المستقبل فده غلط، يبقى ار يو دوينج اني ثينج نيكست ساتردي. طب ار يو دوينج ده زمن ايه؟ ده مستقبل مستمر، بستخدمه في المستقبل لما اقول ان حدث كامل الترتيب، يعني هل انت مرتب انك هتعمل اي حاجه يوم السبت القادم. هاي لين ماي فاميلي، ازيك يا لين؟ ماي فاميلي العائله بتاعتي، مي اوت توداي فور باسنج ماي اكزامز، العائله بتاعتي يعني ان احنا هنخرج او يعني هياخدوني يعني يفسحوني يعني او نخرج النهارده علشان انا نجحت للامتحانات، يبقى معنى كده اكيد العائله هتاخدني، يبقى معنى كده ان ده حدث مترتب، يبقى my family are taking me out today. 25 I space apply to study medicine at Asyut University. That's what I have just decided. طبعا في عندك كلمة just decided، ولما نقول just decided بقى معناها يعني قرار سريع، يعني أنا لسه مقرر دلوقتي، وفي حالة القرار السريع يبقى على طول بنستخدم كلمة will plus infinitive، يبقى I will apply to study medicine at Asyut. انما لو ما كانش في بقى كلمه just يعني that is what I have decided، ده في الحاله ديت كده كنا هنختار I'm going to apply. We need your help، احنا محتاجين مساعدتك. Space do it for us، احنا محتاجين مساعدتك، يبقى ممكن تساعدنا. طب في حاله بقى لما بطلب مساعده على طول بنستخدم كلمه will plus infinitive في حاله طلب مساعده او كمان عرض مساعده. I space my next summer holiday in Australia، I have arranged everything. طبعا في كلمه arrange يرتب، يبقى معنى كده الحدث كامل الترتيب، يبقى على طول ده present continuous، am is are verb plus ing، يبقى I am spending. It's predicted that people space on space holidays in the next 10 years. طبعا من المتوقع ان الناس في يعني رحلات الى الفضاء في خلال العشر سنوات القادم. طبعا are going دي مش هتنفع علشان ما فيش عندك يعني حدث مترتب، وبالتالي دي غلط. Are going to go ما فيش عندك دليل ان الكلام ده يحصل، يبقى معنى كده ان دي برضو غلط. طيب عندنا will go وعندك will be going، لما اقول في خلال العشر سنوات اللي جايه يبقى معنى كده الناس هتذهب او الناس هتكون يعني الحدث هيبقى مستمر او الحدث هيكون شغال، يبقى will be going on space holidays. طب يا مستر طب will go، لما اقول will go يبقى معنى كده بعد 10 سنوات الناس هتروح، وهنا ما فيش عندك مثلا يعني after 10 years او مش جايب in the future، لا ده in the next 10 years. لما اقول لك مثلا in the next 3 hours في خلال الثلاث ساعات اللي جايه I will be studying English، انا هكون بذاكر انجليزي، يبقى الحدث هيكون مستمر. 29 are you leaving this evening، هل انت هتغادر هذا المساء؟ yes my train، طبعا عندك train القطار، يبقى ده على طول present simple مضارع بسيط، يبقى leaves اللي هي رقم B. it's arranged الحدث مترتب، يبقى على طول ده am is are verb plus ing، يبقى we are going اللي هي رقم B. 31 I think my brother space a doctor he is very clever، انا اعتقد ان اخويا دكتور هو ذكي. طبعا خلي بالك ما تقولش ان اخويا ذكي يبقى معنى كده ان ده دليل، لا خالص، ده personal quality يعني سمه شخصيه او صفه شخصيه، وفي حاله الصفات الشخصيه او السمات الشخصيه بستخدم فقط will plus infinitive، يبقى I think my brother will be. مستر احمد سبيس 40 نيكست يير، سيد احمد 40 سنه اللي جايه، طبعا دي حقيقه في المستقبل، ومع الحقيقه بتستخدم will plus infinitive، يبقى will be. ماي انجلش ليسن درس الانجليزي، يبقى ده على طول تايم تيبل، يبقى جدول مواعيد،
الليسون ده مفرد يبقى على طول هياخد present simple مضارع بسيط يبقى finishes. I space I have arranged في كلمة arrange يبقى على طول am is are verb plus ing يبقى I am leaving عشان الحدث كامل الترتيب. If I wait for you any longer I طبعا عندك if وعندك wait the present simple يبقى الحالة الأولى يبقى هناك على طول في will plus infinitive يبقى I will miss. I space Tariq tonight we have arranged نفس الفكرة في كلمة arrange يبقى على طول am is are verb plus ing يبقى I am visiting. As soon as I hear the news I space you as soon as زي كلمة after زي كلمة before زي as soon as زي كلمة when زي كلمة the moment كل الحاجات دي لما اتكلم في المستقبل بجيب بعديهم مضارع بسيط او مضارع تام. الجزء الثاني دايما بيبقى فيه will plus infinitive يبقى I will tell you. ينفع استخدم am is are going to plus infinitive مفيش مشاكل بس في الحالة ديت كده دايما بيبقى فيه كلمة يعني intend او decide او plan يبقى I will tell you. طبعا لا يعني بمجرد ما اسمع الاخبار انا هبلغك. Do you think we space the match هل بتعتقد احنا ايه المباراة؟ طبعا ده هنا مفيش عندك ده تنبؤ بدون اي دليل خالص يبقى ان احنا هنفوز بالمباراة يبقى will win the match. I don't have any plans ما عنديش اي خطط but I expect ولكن انا اتوقع يبقى ده توقع بدون دلائل وبدون خطط وبدون اي حاجة يبقى على طول will plus infinitive يبقى I will spend. My football team الفريق بتاعي two players next year the two players signed the contract طبعا اللعيبة الاثنين signed the contract وقعوا العقد يبقى معنى كده ان الحدث خلاص اصبح مترتب وما دام الحدث مترتب يبقى am is are verb plus ing يبقى my football team are getting اللي هي الإجابة رقم B. 40 I think the weather in England be cold and rainy أنا أعتقد الطقس في إنجلترا طبعا ما فيش عندك دليل يبقى على طول will plus infinitive عندك هنا be ده الانفينيتيف اهو يبقى will be. عمر looks exhausted طبعا عمر exhausted بمعنى تعبان جدا عمر شكله تعبان جدا يبقى معنى كده هو أكيد إن هو هينام أو ده دليل على إشارة إلى إن هو هينام يبقى معنى كده في حالة وجود دليل يبقى am is are going to plus infinitive يبقى الإجابة بتاعتك رقم A is going to sleep. I space to Moscow tomorrow I have arranged في بنفس الفكرة كلمة arrange يبقى على طول am is are verb plus ing يبقى I am flying. طبعا كلمة arrange أو prepare أو واحد مسافر فمعاه التيكتس بتاعته كل الكلام ده كله. He space the children to the match tonight. He has booked the three tickets. أدي على طول. هو خلاص حجز ثلاث تذاكر. يبقى معنى كده الحدث مترتب. يبقى he is driving the children. There is not a cloud in the sky. It speaks another very sunny day. طبعا ما فيش أي سحابة في السماء. يبقى معنى كده ده إشارة أو دليل على أن الجو النهاردة أو الطقس النهاردة هيبقى مشمس. يبقى معنى كده على طول am is are going to plus infinitive. يبقى it is going to be. I have decided على طول في كلمة decided يبقى am is are going to plus infinitive يبقى I'm going to visit. أنا ما بقى لو قال لك I have just decided أو I decided just now يبقى في الحالة ده كده كنا نختار will plus infinitive. We space to the Red Sea this summer I have bought a guidebook أنا اشتريت خلاص كتيب يبقى معنى كده خلاص احنا رتبنا الدنيا كلها يبقى we are going to the Red Sea أو أكيد طبعا احنا هنسافر البحر الأحمر يبقى معنى كده إن الحدث بتاعك أكيد يعني مترتب وكل حاجة تمام التمام يبقى we are going to the Red Sea. The cup is on the edge of the table it طبعا الفنجان على حافة الترابيزة يبقى معنى كده ده إشارة إلى إن هو ممكن يقع يبقى توقع وعندك دليل يبقى it is going to fall رقم C. She has already packed her luggage طبعا عندك pack her luggage بمعنى يحزم الأمتاع يعني جهز الشنط هي خلاص جهزت الشنط بتاعتها يبقى معنى كده ده إشارة أو ده دليل على إن هي خلاص هتمشي يبقى is going to leave وكمان المفروض هنا يبقى she is leaving ده أدق شوية لأن هي هنا خلاص جهزت الشنط بتاعتها يبقى معنى كده إن هي خلاص يعني رتبت إن هي تسافر فده المفروض أفضل إن هو يبقى she is leaving. بعد طبعا ما فيش يبقى am is are going to لأن يعني في حاجات منهم ينفع استخدم دي مكان دي يعني كلاهما صحيح. Space you buy me some stamps please طبعا عندك please في الآخر يبقى معنى كده إن ده طلب
فلما باجي اطلب حاجه من واحد يبقى بنستخدم كلمه ويل زي كلمه كود كده، يعني ويل يو باي، كود يو باي، كان يو باي. هي سبيس تو لندن تومورو، هي هاز جوت هيز تيكت، ومعاه التذكره بتاعته. يبقى معنى كده اشاره الى ان هو خلاص مسافر، يبقى معنى كده ان الحدث بتاعك مترتب وكامل الترتيب. وخلي بالنا بس كده عشان لما نقول از جوينج تو فلاي واز فلاينج، لما نقول از جوينج تو فلاي يبقى معنى كده واحد نوى او قرر او خطط ان هو يسافر. طيب راح بقى اتصل بمكتب سياحه وخلاص حجز التذاكر بتاعته وعرف الطياره بتاعته هتطلع امتى، يبقى معنى كده الحدث انتقل هنا من مجرد التخطيط الى الترتيب الكامل، يبقى از فلاينج. The concert، الحفل الموسيقي، is space at 11 o'clock tonight. That is what the clerk says. طبعا الكونسرت الحفل الموسيقي يبقى عدها على طول the present simple مضارع بسيط، يبقى starts. طبعا ده timetable. The phone is ringing، التليفون بيرن، ده الأولاني اللي بيقول، يبقى التاني على طول ده قرار سريع، يبقى I will answer it. آخر جملة، the forecast says it is، طبعا عندك is يبقى أكيد is, am, is, are going to plus infinitive، يبقى it is going to be hot and sunny tomorrow. طيب انا ان شاء الله هسيب لكم بس اللينك بتاع الشرح بتاع المستقبل ده كده في اول تعليق، وان شاء الله يعني الناس تكون استفادت، وتابعونا واستنونا في الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.